أريد أن أتابع هذا الفيديو معك دكتور هيثم قبل أن أعود إليكم مع المشاهدين الكرام. مشاهد هذه مشاهد تظهر لحظة استهداف أحد الصحفيين المرافقين للقوات الأوكرانية في سيفيرو دونيتسك. تفضلوا. للأسف موضوع استهداف الصحفيين يعني تكرر في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وهذا المشهد يذكرنا بالمشهد الأحدث، جريمة اغتيال شيرين أبو عقلي، هذه الأيقونة الفلسطينية التي قتلها الاحتلال بدم بارد في فلسطين المحتلة قبل أيام.